شهدت محافظة الغربية توزيع 20 جهاز كهربائي على 10 من الفتيات المقبلات على الزواج غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية. الأهداف إن إحنا نقدم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخاصة المقبلين على الزواج، وطبعا التعاون مديرية التضامن الاجتماعي وتحت رعاية معالي الوزير المحافظ الدكتور طارق راشد بعمل أبحاث للأسر الأولى بالرعاية والبنات والمقبلين على الزواج تم اختيارهم، وطبعا بالتعاون مع مؤسسة العربي وتم توفير الأجهزة الكهربية ليهم. بالنسبة للعيد القومي بنقدم هدايا العشر عرايس من مكونة من 20 جهاز، كل عروسة بتاخد تلاجة وغسالة بعد بحث الحالة والتأكد بالتعاون مع مديرية التضامن في المحافظة استحقاق الحالات، وده دورنا الحقيقة في المجتمع يعني.